بسم الله الرحمن الرحيم. دابا اهم اشياء في البرمجه هي كيفيه المرور عبر البيانات. اذا البيان الاول، البيان الاخير، البيان الموالي، البيان اللاحق. اذا البروغراماسيون ديال لي بوتون دو ديبلاسمون هي اهم حاجه، يا اما في الباز دوني، في قواعد الباز دوني خصوصا في الجداول ولا في لي ليست. اذا دابا الحمد لله غنبروغراميو واحد الانترفاس كي بيرمي دو نافيغا اونتر لي اوريجسترومون. اذا صايبنا واحد ثلاثه البوطون. اذا هاد البوطونات راه ساهلين، راه فيهم غير واحد ليماج ديال لاريير بلون. نمشيو لهنا، نمشيو نبينو كيفاش نصايبو غير وحده تجنبا لضياع الوقت. فوالا، نمشيو على البوطون كيما قلنا، يا نصايب اون بوطون ها هي صغيره. اذا نحاول ندير ليها باك جراوند ايماج. وغندير بريسيدون. اذا نشوف هنا لوكال ريسورس امبورت، وعندي مجموعه ديال في البيرو، عندي مجموعه ديال لي بوطون في البيرو، من بينهم هاد البوطون ديال ديبلاسمون هي هادي. فوالا، اوكي. اذا نحاول نكبر شي شويه باش تبان. نمشي عند هنا، فوالا، ناخذها في نفس القياس ديال لي زوطر. فوالا، نحيد هاد، نحيد هذا، مابقاش محتاجه. فوالا، هادي شويه نكبرها. فوالا، اذا عندي مجموعه ديال لي بوطون دو ديبلاسمون. ما بقاش بان لي هاد البوطون كات، هاد الكتابه غنمشي ندير لها بحال كوتكست. فوالا، ونمحي هادي. فوالا، اذا باش نقدر نبرمج هاد لي بوطون دو ديبلاسمون، ولا غيكون عندي واحد المتغير عام كاين في لاكلاس بروغرام اللي غيكون هو عباره عن بوبليك ستاتيك. علاش درنا بوبليك ستاتيك؟ باش نبغيو نعيطوا عليه نديرو غير كلاس بروغرام بوان سي، وغانينيساليزيو بصفر اول قيمه. إذن اسهل البوطونات اللي تقدر تاخذ فيهم النقاط ديال الامتحان هي ستارت اي اند. اذا ستارت هو اول خانه في لاريس، اول خانه، واول خانه عندها الانديس صفر، واخر خانه عندها الانديس طول عدد العناصر ناقص واحد. اذا غنجي لهنا، اول خانه برمجه اسهل حاجه. اذا نحسب عليك بروغرام بوان سي. اذا ناخذ بروغرام، اول خانه عندها الانديس ديالها هو صفر. ها هي، فوالا، ونحاول نافيشي. هي تكست بوكس 1.text. اشنو هي تكست بوكس بوان تكست؟ هي الشيء اللي غنافيشي هنا، ها هو في تي 1 وهذا في تي 2. فوالا، اذا غنمشي عند لو بوطون ديبلاسمون، قلنا هذه. اذا تي 1.text ماذا تساوي؟ و تكست بوكس 2 ماذا يساوي؟ فوالا، اذا هنا دائما خدامين في لا ليست. اذا بروغرام ليست ديالنا، بروغرام بوان ليست ديال لي زومبلوي. دابا عندي لانديس، ولا عندي معروف لانديس هو السي. اذا هو بروغرام بوان سي، كونترول سي. ها هي، هذه الخانه الاولى، بوان نيميرو بوان تو سترينغ. علاش؟ لانني خدام في لي شان دو كاركتر. اذا غناخذ هذه حتى هي، كونترول سي، نجي لهنا كونترول في، وهنا غتكون بوان نو. ما احتاجش، لان النو عباره عن شان دو كاركتر. اذا هذه هي اول قيمه. اذا كونترول سي نخزنها، كونترول سي. غنمشي دابا عند اخر قيمه. شوف معايا، اخر قيمه هي عدد العناصر ناقص واحد، مادام تنبداو بالزيرو. اذا عدد العناصر ناقص واحد هي، غنشد هاد بروغرام بوان ليست، كونترول سي، نجي هنا كونترول في، بوان كونت. واخر عنصر هو اللي عنده شحال لانديس، عنده لانديس موانز. فوالا، اذا هي هذه. اذا اخر عنصر هو هذا. دابا نشوف سويفون. شنو هو سويفون؟ سويفون هو سي بلس بلس، و بريسيدون هي موان موان. اذا ها هي سويفون. اذا سمح، اذا هذا اول اليمون. اسمح لي، هذا هو خاص اخر اليمون، راه هو اللي كاين هنا. كونترول اكس، رجع نتاكد اخر اليمون. الحمد لله هو هذا. دابا لو سويفون، ها هي خاويه، هو هذا. كونترول في، ولكن لو سويفون كاين واحد الحاجه. هات لو سويفون، غنديرو بروغرام هات سا بروغرام بوان سي بلس بلس. غير غيوقع لنا واحد الاشكال، الله يعطيكم الصحه. دابا كان هنا يساوي زيرو، ملي غنديرو سويفون غتولي واحد، ملي غنديرو سويفون تولي جوج. ولكن خاصنا ما نفوتوش لا ليميت. واش هي لا ليميت؟ هي دائما خاص يكون عندنا هذاك البروغرام في لا ليميت. بروغرام
سي كونترول في نجي هنا هادشي خاص نحطو في واحد لان غيبقى يدير سويفون 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 غتبقى تزاد القيمه كونترول اكس غتبقى تزاد القيمه وبالتالي خاصنا نحدوه اذا بروغرام بوان سي كونترول سي غيكون كونترول في خاص يكون صغر قطعا من عدد العناصر موانزه صغر قطعا من عدد العناصر موانزه كونترول سي نجي هنا كونترول في خاص دايما يكون صغر عدد العناصر موانزه قطعا باش يقدر لا تزاد بلس بلس بحال يوصل لافه صافي اذا هذه حتى هي اش غنديروا ليها كونترول سي غنجيو للبوطون ديبلاسمون غنديروا دابا بريسيدون بريسيدون كونترول في ولكن غادي خاص تكون هاد المره شنو هي بريسيدون هي موا 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 واش خاص يكون هذا يكون دائما كبر قطعا من شحال من زيرو بقطع من زيرو عاد ندخلو الا كان يساوي زيرو ودخل غيولي ناقص واحد اذا خاص يكون كبر قطع من زيرو فوالا اذا نحاولوا نيكزيكيتيو هادشي فوالا لي بوطون دو ديبلاسمون مهمين القضيه ديالهم تديكلاري واحد الفاريابل في كلاس بروغرام تنيساليزي بار زيرو اول قيمه واخر قيمه ما عندناش فيها مشكل هي الزيرو والكونت موانز ولكن سويفون تدير بلس بلس او بريسيدون تدير موان موان وتحدي راسك مع لي ليميت اذا غدير موا بلس مثلا غدير محمد فوالا اوكي غدير مثلا دو غدير مثلا العربي فوالا غدير مثلا 3 غدير علي بار اكزومبل فوالا غدير 4 غدير عمر فوالا اوكي ترجع فوالا افيشيو لي زاليمون بس افيشي هاي افيشي تو لي زومبلوي هما 4 رجع ندير نمشي لعند دي بوطون ديبلاسمون هما اذا اول اليمون هاتا كليكيت عليها شحال مره اول اليمون اخر اليمون هي 4 هاتا كليكيت عليها شحال مره رجع 3 2 1 واخا نبقى نكليكي غيبقى في واحد رجع واخا نبقى نكليكي غيبقى في واحد اذا هما سويفون بريسيد اذا شكرا على الانتباه ديالكم والى اللقاء دابا في الفيديو الماجي اللي غيكون ان ميني بروجي بحال 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 هذا ولكن باستعمال الملفات علاش باش ملي يطفيو الحاسوب يبقاو عندنا البيانات اذا لا صايبنا هذا البروجي الجاي ان شاء الله غيكون خطوه فير لانفورماتيك دو جيستيون او معلوميات التدبير وغنوليو قادرين على برمجه اي محل تجاري يستعمل حاسوب واحد والعام الجاي ان شاء الله غنديروا لي زابليكاسيون تسمى كليون سيرفور اون يوتيليزون لي باز دوني اي ادو دوت نت ميرسي شكرا على الانتباه ديالكم والى اللقاء اذا السلسله ديال الميني بروجي الاولى انيسيال سيريس